الفنانة مريم فخر الدين إحدى أجمل فنانات السينما المصرية في عصرها الذهبي في الخمسينات والستينات، وصاحبة الوجه الملائكي والابتسامة الهادئة، والتي لا يعرف عنها الكثير من الناس أنها من أم مجرية، ولعل هذا هو أحد أسباب جمالها، كما أنها تلقت تعليما أجنبيا منذ طفولتها وتخرجت من المدرسة الألمانية، ولعل هذا سر صراحتها الشديدة في اللقاءات والحوارات خاصة بعدما اعتزلت التمثيل. اشتهرت الفنانة مريم فخر الدين بآرائها الصادمة مما جعلها تخسر الكثيرين من الوسط الفني، وأشهر تلك الآراء حينما سألتها الفنانة صفاء أبو السعود في إحدى اللقاءات عن رأيها في لقب الزعيم للفنان عادل إمام، وفوجئت برد الفنانة مريم فخر الدين بشكل صادم. قالت: هو ممثل زينا وبيعرف يرفع حاجب وينزل حاجب ويفشخ بقه ويكشر، ممثل زي أي ممثل فينا، هو زعيم على نفسه بس.